هتشوف التقرير ده ازاي بتتمكن وزارة الداخلية المصرية ومن خلال ضربات أمنية سريعة حاسمة كفأة في إحباط محاولات جلب وترويج أصعب وأقذر سلاح يتم استخدامه مع أي مجتمع، المخدرات. فلما ده احنا بنتكلم على تقرير واحد يتعمل مضبوطات ب 300 مليون جنيه، تعرف ان البلد دي بجد كل حاجة فيها شغالة وكل حاجة فيها بتتطور، وانه مفيش حد ناوي ما يجيبلكش حقك، ومفيش حد مش ناوي غير انه يحميك. شوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. تتوالى الضربات الأمنية الحاسمة التي توجهها أجهزة وزارة الداخلية في إطار تصديها لجرائم جلب وتهريب المواد المخدرة للوقاية من أخطارها وتأثيراتها السلبية على المجتمع والشباب. في هذا الإطار رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الجيزة وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة نشاط عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب مخدر الآيس الخام، متخذين من نطاق قسم شرطة بولاق الدقرور بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. يحمل عناصر التشكيل جنسية إحدى الدول. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وبحوزتهم 200 كيلوغرام من مخدر الآيس وعملات أجنبية ومحلية. وبعد عمليات تتبع ورصد مستعينة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي عناصر التشكيل والمسؤولين عن عمليات توزيع المواد المخدرة داخل البلاد، وبحوزتهم 55 كيلوغرام من مخدر الآيس و31 كيلوغرام من مخدر الحشيش وأقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وسيارتان ودراجة نارية وأشغالات ذهبية ومبالغ مالية من عملات متنوعة وقطع سلاح ناري. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 257 مليونا و 200 ألف جنيه. واستكمالا لتلك الضربات التي تهدف لإجهاض محاولات الجلب والتهريب، تمكنت الإدارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية من إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية نقل وتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بنطاق مركز شرطة القنطرة شرق لترويجها على عملائه بنطاق محافظات الجمهورية. واستخدم العنصر الإجرامي إحدى سيارات النقل بفنطاس إمعانا في التمويه للإفلات من الرصد والمتابعة الأمنية، لكن يقظة الأجهزة الأمنية حالت دون ذلك حيث تم تتبع خط سيره ونجحت في ضبطه. الأجهزة الأمنية استخدمت التقنيات الحديثة حتى تمكنت من إحباط هذه المحاولة رغم كافة الاحتياطات التي اتخذها عناصر التشكيل للإفلات من الرصد الأمني. وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البانجو تزن طنين وضبط نصف طن من مخدر الحشيش و250 كيلوغرام من مخدر الهيدرو. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 43 مليونا و250 ألف جنيه. كمية كبيرة من المواد المخدرة المضبوطة تعكس قوة الضربة الأمنية ويقظة الأجهزة الأمنية
العين الساهرة على حماية البلاد من كافة محاولات إغراقها بهذه السموم القاتلة التي تستهدف النيل من الشباب والمجتمع والاقتصاد.